نروح لملف التعليم الفني واهتمام الدولة بيه في إطار خطتها الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية. النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير سلط من خلاله الضوء على استراتيجية مصر لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقا لمتطلبات سوق العمل محليا ودوليا. خطة الدولة استندت على محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، والتوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، بما ساهم في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني. معنا على التليفون علشان نعرف أكثر عن استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني دكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. دكتور مساء الخير، ويعني في البداية عايزين حضرتك تكلمنا عن استراتيجية وخطط الدولة لتطوير وإصلاح التعليم الفني. أهلا أستاذ ريهام، أهلا بيكي وشكرا على الاتصال. يعني طبعا بيان مجلس الوزراء النهاردة بيلخص مش اللي هنعمله في المستقبل، اللي عملناه خلال السنتين ثلاثة، لأنه بدأت الجهود تثمر، والدليل هو أنه ترتيب التعليم الفني المصري على دول العالم تحسن جدا خلال الأربع سنين الأخيرة، من نمرة 113 من 138 إلى نمرة 80. ده عبارة عن يعني قفزة شديدة في جودة التعليم الفني كما ينظر له العالم في التعليم الفني المصري. طبعا ده السبب أن احنا يعني كنا صادقين مع أنفسنا واعترفنا بحقائق أن التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة من الثمانينات والتسعينات والقرن 21 جودته مش عالية. الدليل على كده أن رجال الأعمال مش راضين عن الخريجين، وأنه لما جت تقييمات دولية من البنك الدولي قالت نفس الكلام، قالت أن احنا بنهتم بالعدد بتاع الخريجين مش بنهتم بجودتهم. فبناء على هذا الكلام وأنه الخريجين بيجدوا صعوبة في الانتقال لسوق العمل، فاحنا يعني جاوبنا بقى الأسئلة دي، نعمل إيه بقى؟ طبعا الحاجات اللي عملناها اللي هي الاستراتيجية، إن احنا أولا بنغير المناهج بمنظومة لا تعتمد على المعارف بس أو على النولج بس، تعتمد على المهارات، إتقان المهارات ومعاها المعارف اللازمة لإتقان المهارات، ومعاها السلوكيات، مهم جدا السلوكيات والانضباط بتاع الطالب والخريج. يعني مسألة إن الطالب يبقى واخد على البيئة الصناعية ومش خايف منها وبيحافظ عليها، بيحافظ على نفسه، بيحافظ على البيئة، بيحافظ على سلامته وسلامة زملائه، يصحى بدري، يلتزم بالمواعيد، الانضباط ده ما بيشتكوا منه. فبالتالي التعليم الفني بيهتم بالمهارات وبالسلوكيات وما يركزش على المعارف لوحدها، المعارف موجودة لكن معها معارض. ده أول حاجة. تاني حاجة إن إحنا عملنا مبادرة جديدة الحمد لله، يعني ما كناش متوقعين إنها تنجح نجاح ده، وهي إنشاء جيل جديد من المدارس الفنية وكله اسم عصري الناس يعني متقبلاه، كأنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، وأسميناها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتتم بشراكة بين الوزارة كممثلة للحكومة ورجال الأعمال. والحقيقة بدأنا سنة 18 بثلاث مدارس مع مستثمرين كبار في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، في مجال التشغيل والبنى، في مجال المعدات، تصنيع المعدات الكهربية. دول الطلبة اللي دخلوا في سنة 18 اتخرجوا السنة دي، وطبعا بيشتغلوا في المصانع بتاعت المستثمرين اللي هم درسوا عندهم، وبرضه ممكن يلتحقوا بالجامعات التكنولوجيه اللي هي تخليهم ياخدوا درجه جامعيه اسمها بكالوريوس تكنولوجيا. فده يعني تاني سنه اللي هي سنه 19 انشانا ثمان مدارس اخرى، منها يعني امثله اللي هي مدرسه الحلي والمدورات، مدارس السويدي، مجموعه السويدي وغيره وغيره. طبعا 3 و8 بقى 11 مدرسة. السنة اللي بعدها اللي هي أنشأنا خمس مدارس أخرى. السنة دي اللي هي 21 إن شاء الله في أكتوبر اللي جاي، يعني الشهر الجاي إن شاء الله، هيبقى عندنا 26 مدرسة
طبعا طبعا ده يعني نقلة مهمة جدا، لكن عايز أعرف إزاي خطط الدولة يعني ساهمت في تغيير النظرة الدولية لمصر، وإن هي تحرز أو تقدر إن هي تحرز مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني. بص حضرتك، هو ده سؤال كويس. إحنا بنعتقد في وزارة التربية والتعليم إنه تغيير النظرة الأول المجتمعية في مصر وتغيير النظرة الدولية هيجي من تحسين مخرجات التعليم الفني، مش هيجي بالدعاية، لانه المؤثرات اللي هي موجوده في تقرير مجلس الوزراء النهارده اللي هي الرانكينج او الترتيب بتاع التعليم الفني المصري مؤشر المعرفه العالمي، الاسئله شوف حضرتك الاسئله هم بيجيبوا الدرجات دي ازاي؟ يعني ازاي مصر سنه 17 كانت 113 على العالم، وبعدين سنه 18 ل 113، وبعدين السنه اللي بعدها اللي هي 20 103، وبعدين السنه اللي فاتت دي اللي هي سوري 19 فاتت 20 بقت 80. دي احنا نعتبر ثاني دوله في العالم عندها ظلم في جوده التعليم الفني. تبقى دوله واحده بس وهي السعوديه في مؤشر المعرفه العالميه. لما بيعمل ايه؟ بيجي مثلا خبراء اجانب وخبراء مصريين ويسالوا رجال الاعمال، هل انت بتلاقي الفنيين بسهوله في المجال بتاع شغلك؟ بيشوفوا مثلا نسبه عدد الطلاب اللي في سن 15 سنه بعد ما يخلصوا التعليم الاساسي بيلتحقوا بالتعليم الفني، كم واحد في التعليم الفني وكم واحد في التعليم العام. احنا بالنسبه لمصر العدد بيزيد، مش طفرات كبيره لكن تدريجيا. بيشوفوا نسبه البنات في الطلبه اللي بيدرسوا تعليم فني، احنا ضعف في مصر على فكره، نعتبر من اوائل الدول اللي فيها بنات كتير بتتعلم تعليم فني، والحقيقه متميزين جدا جدا جدا، خصوصا في التخصصات الجديده اللي هي جايه في المستقبل. يعني طبعا التخصصات بتاع زمان اللي كان في الخمسينات والستينات اللي هي امور السكرتاريا والاختزال والاله الكاتبه، كل ده مهن انقرضت، ولسه في مهنه تنقرض ثاني في الطاقه الشمسيه، في اللوجستيات، ما شاء الله البنات يمكن يعني هم الاغلبيه. فطبعا كل المؤشرات دي من ناحيه نسبه المتحققين بالتعليم الفني، نسبه البنات، والتجديد في المناهج والنماذج الجديده زي التكنولوجيا التطبيقيه، دي بتعمل بتخلي الاجابات على الاسئله اللي بتطلع المؤشر، وبالتالي تتحسن النظره العالميه للتعليم الفني. مخصصات التعليم الفني زادت لتصل ل 50 مليار جنيه في عام 2021-2022 مقارنه ب 15 مليار جنيه في 2014-2015، دلاله ده ايه يا دكتور؟ دلاله ده حضرتك بصي، هو التعليم الفني يعني طلع على 50 كويسه، انا اروح اعزهم بقى بكره. انه احنا نقدر نطور اكتر. الدليل على كده حضرتك انه في شهر ابريل رئيس الوزراء الدكتور خالد سعيد اطلقوا حاجه اسمها ستراكشرال ريفورم او الاصلاحات الهيكليه. دي استكمال للاصلاح الاقتصادي بتاع سنه 2016. وده بيركز على طبعا الاصلاح الاقتصادي بتاع 2016 كان مركز على كل حاجه. سعر الدولار وسعر مش عارف ايه كل حاجه، انما اللي بيتعمل بقى دلوقتي بيركز على الحاجات اللي هتشد الدوله 20-30 تخليها دوله نمره 70 نمره 60 على العالم في اقتصادها وفي سياستها وفي كل حاجه. خلوا التعليم الفني هو نمره واحد، وبالتالي ده بيبقى في بقى هننشئ مثلا هيئه جوده مستقله. مفيش بلاد كتير في العالم عملت الحكايه دي، فلما نعمل هيئه ضمان جوده مستقله للتعليم الفني هنبقى يعني البلد الوحيده في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربيه اللي عملت هذا الاجراء. هنعمل اكاديميه لمعلمي التعليم الفني عشان تدربهم على منظومه جديده للتركيز على المهارات مش على المعارف. حضرتك التكنولوجيا التطبيقيه دي نموذج لمدارس فنيه نموذجيه. دلوقتي بيجي لنا طلبات مثلا من اوروبا، من المانيا، ومن ايطاليا، ان هم عايزين التعليم الفني بتاعنا يتحسن اكتر، والخريجين يبقوا عارفين لغات اوروبيه زي الالماني زي الايطالي علشان يسدوا الحاجه الى الفنيين في اوروبا، لانه طبعا الشباب المصري يعني بيستريحوا ليه في اوروبا عن يمكن جنسيات اخرى من جنوب شرق اسيا. فبالتالي كل الحاجات دي بتخلي النظره الدوليه للتعليم الفني المصري بتتحسن. ده شيء طيب ما نتحسن 23 مركز في سنتين، ده يعني حاجه ممتازه.
لو استمرينا على هذا المنوال نتوقع انه على سنه 30 يبقى التعليم الفني المصري في مستوى التعليم الفني الاوروبي والصيني. واحنا واثقين من ده ان شاء الله يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني، شكرا ليك.